معانا تليفون، قول الو. الو يا فنان. يا فنان عامل ايه؟ الحمد لله. ركز ركز ركز، ده كهربا، ده كهربا صح. كهربا كهربا، ازيك يا حبيبي؟ الحمد لله كابتن هاني. مبروك الدوري، وان شاء الله باذن الله كده تفرحوا جماهيركم كمان بالبطوله التاسعه ان شاء الله يا كهربا. الله يبارك فيك يا كابتن هاني، ربنا يخليك. وطبعا بمس طبعا على سام طبعا كتير، ازيك يا كابتن سامي؟ طبعا يعني عايز اقول له ان من انضف واحسن بجد الشخصيات اللي اتعاملت معاها في المجال الرياضي بصراحه. يعني انا كل يوم بجد والله يعني بيفضل يدعم فيا، وكل يوم بحس التمارين وانا حتى بتمرن لما ببقى مقصر في حاجه ولا اي حاجه هو بيجي يتكلم معايا. يعني بجد يعني مش عارف بجد اقول له ايه يعني، وان شاء الله كده نفضل مع بعض كده في السنين اللي جايه ان شاء الله يا كابتن. ان شاء الله كهربا. من الواضح يا كهربا جدا ان انت وباقي زمايلك في الفريق مرتبطين، او في علاقه كده خاصه ما بينكم، وما يعني ما بينكم ما بين كابتن سامي الحب والود ده واضح جدا. لا بس حتى يعني يمكن اقول كلام، يمكن كابتن هاني يعني عارفه وكان بيعمله مع اللعيبه كلها بصراحه. يعني ان اهم حاجه مع لعيب الكوره نفسيته تكون مرتاحه. يعني يكون المدرب مديله يعني حب ويتكلم معاه كتير. صحيح. كل حاجه هو مش حكايه الملعب بس، فدي من اهم الصفات طبعا في كابتن سامي بجد والله، ان هو مع اللعيبه كلها بيفضل يتكلم معاها، وحتى لو لعيب تعبان ولا لعيب متضايق حاجه هو اللي بيراضيه ويتكلم معاه. فدي من احسن يعني الصفات فيه بصراحه، ان شخصيه بيحب الخير للعيبه كلها. صحيح. كده اللعيبه كلها مرتبطه بيه. كان نفس برضه كده كابتن هاني برضه كان بيعمل نفس الحاجات دي بصراحه. عمال اقول لهم بس كنت تسمع كلام يا كهربا، يعني كنت لازم بعديه على طول. والله بسمع كلام حبيبي يا كهربا. لكن زي ما بقول لك انت الدور اللي يعني الدور كمان عشان الناس تفهم، دور مهم جدا. كابتن سامي بيقوم بدور مهم جدا، حتى على على المستوى المعنوي بيتكلم معاكم، لكن هو كمان خلي بالك كهربا كمان وكابتن سامي لغه الحوار نفسها بتفرق، اللغه نفسها بتفرق. لما مدير فني اجنبي يقول لك كلمه والمترجم يقول لك كلمه، غير لما يكون لعيب عنده خبرات زي كابتن سامي، يكون مدرب عنده خبرات زي كابتن سامي، فكمان المعلومه بتوصل لك بشكل افضل، وكمان يعني اللغه بتوصل اسرع كمان. طبعا يا كابتن يعني كابتن سامي طبعا مر بالحاجات اللي اللعيبه كلها بتمر بيها الفتره ديت، كل اللعيبه حتى اللي بيلعب ما بيلعبش، فاكيد بقى في تفاهم بينهم من بعض. لان برده كابتن سامي يعني حتى في التسخين واحنا بنسخن بيفضل يدي دافع كده للعيبه اللي هي قاعده توصي، فساعات كابتن في لعيبه بتبقى زعلانه شويه. صحيح. فكابتن سامي مر بالحاجات دي كلها، فبيديله من الخبرات بتاعته، فعشان كده اللعيبه بتبقى مبسوطه معاه يعني بصراحه. يعني هو بصراحه شخصيه جميله والله العظيم، يعني شكرا محترمه جدا. يعني انا مبسوط ان انا اتمرنت معاك، وانا يعني بصراحه نفسي طول السنين اللي جايه باذن الله كده نكون مع بعض. حبيبي يا كهربا، انا متشكر طبعا ليك. يعني كهربا بالنسبه لي من اللعيبه المميزه جدا، قابل برضه تحديات كبيره جدا، لكن ان شاء الله هو قادر ان شاء الله اللي هو يرجع اقوى من الاول. جمهور النادي الاهلي مستني منه كتير جدا يعني، وانا قلت له ان شاء الله انت هتعمل حاجه كبيره وتاريخ كبير في النادي الاهلي، لانك تستحق كده ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كهربا، ومنتظرين منك افريقيا يا كهربا. منتظرين منك كتير. التاسعه يا كهربا، اهم حاجه افريقيا. انا جاي النادي الاهلي عشان افريقيا باذن الله. اخدت الدوري وانت في بيتك، عايزين بقى افريقيا ان شاء الله، يعني تجيبها لنا في الملعب ان شاء الله. من الملعب ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله انا وزمايلي ان شاء الله نجيب افريقيا بريمير ليج ان شاء الله باذن الله. واحنا بندعي لكم كهربا، من النجوم الكبيرة واللي ليها شعبية كبيرة، واللي إن شاء الله الجماهير منتظرة منك حاجات كتيرة قوي. كهربا إن شاء الله. كهربا وعدنا يا كهربا. البولت يعلى بس شوية. أيوة. كابتن سامي هو بيبص محتاج، يعني احنا عارفين طبعا محتاج لسه ماتشات كابتن سامي. إن شاء الله يعني بلغة الكرة كده يعني لوقت المباريات لسه ان شاء الله عليها شويه، بس كهربا انا عارف وحاسس انه عنده طموحات كبيره جدا. ان شاء الله دي تزقك لقدامك كهربا، والفولت يعلى كده وتجيب لنا البطوله ان شاء الله باذن الله. شكرا كهربا، شكرا. ربنا يخليك يا كابتن على الكلام الجميل ده حبيبي كهربا. ان شاء الله مبروك. مبروك يا كهربا، بارك فيك. ماشي كده، ربنا يخليك.